كابتن عمر كاستيلو، بنرحب بيك معانا في الجول، نجم النادي الاهلي لكرة اليد. في الاول مبروك على بطولتين الدوري والكاس، ونبتدي نعرف منك سر لقب كاستيلو. حبيبي سمير، وانا مبسوط ان انا موجود معاك وموجود في الجول. طبعا تاني حاجه الله يبارك فيك على الدوري والكاس. اسم كاستيلو، كان في لاعب كوره اسمه كاستيلو، كان في الاهلي تقريبا في موسم 2003 او 2004. كنت شاب وانا صغير فالناس لقبوني بالاسم، يعني هو كمل معايا. يعني نبتدي ببطولة الدوري. الأهلي حسمها أول مرة من 2018، فترة غياب تعتبر كبيرة بالنسبة لجمهور الأهلي. الدوري بيمثل لك إيه؟ خصوصا إن أنتوا كنتوا ممكن تاخدوا كاس، بس الدوري بقاله فترة لأ. بالظبط، ان بطولة الدوري بطولة كانت غايبة عن النادي بقى 4 مواسم تقريبا. كانت بطولة مهمة بالنسبة لنا من اول يوم واحنا موجودين، واحنا متحدين نفسنا ان لازم بطولة الدوري ما تخرجش بره النادي. خلاص مش هنستنى موسم كمان عشان نحقق بطولة الدوري، بالعكس احنا خلاص قدامنا فرصة ان احنا جيل كويس وجيل مع بعض ومتجمعين تجميعة كويسة، معانا مدرب كويس، مع كل حاجة متوفرة لنا ان احنا نبقى كويسين. ليه ما نكسبش؟ بطولة الدوري كانت بالنسبة لنا هدف السنة دي، ما كانش ينفع يتنازل عنه. بطولة الكاس كانت بطولة مهمة طبعا، ان احنا نجمع بين بطولة الدوري وبطولة الكاس، ان احنا محدش جمع بينها من 2014 ولا اي نادي في مصر. اخر نادي كان جمع بين البطولتين كان النادي الاهلي، على كده الهدف بالنسبة لنا برضه ان احنا نجمع بين البطولتين، ان احنا نكتب تاريخ لنفسنا. ان احنا دلوقتي لما بنقول جيل بتاع 2014 حقق بطولة الدوري والكاس، ممكن السنة الجاية احنا كمان نحقق الدوري والكاس بعدين، بس احنا جيل بيصدر تاريخ لنفسنا، ان هو اي حد هيفتكر ان الجيل ده اتحقق بين الدوري والكاس، بس احنا بنفتكر جيل 2014 دلوقتي. يمكن المرحلة اللي قبل الختامية في الدوري لعبتوا ماتشين ضد الزمالك اللي هو حامل اللقب آخر 4 مواسم، منهم ماتش كان تفوق واضح جدا للنادي الأهلي. الماتش اللي بعديه كان العكس تماما، تفوق واضح للزمالك وفرق السكور كبير. ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي خلى الفريق يرجع، ولا هل كانت ثقة زيادة؟ هو مش ثقة زيادة، يعني ان هو احنا مثلا كسبنا ماتش الزمالك، كسبناه بفريق كويس، كان ماتش شكلها كويس، الناس زي فريق كبيره، فريق الهاندبول الناس كلها عارفاها، فهم قعدوا هم اشتغلوا على النقط الفنيه عندهم واحنا اشتغلنا على النقط الفنيه عندنا. نزلنا الماتش وهم كانوا موفقين، كان ربنا كريمهم. انا الدنيا ما كانتش احسن حاجه، ما كانش معانا توفيق خالص، ما شاء الله كان اي حاجه بتحصل كانت بتمشي معاهم. احنا ممكن نزلنا الماتش احنا كسبانين الماتش الاولاني، ممكن كان عندنا ثقه ان احنا ممكن نكسب الماتش الثاني، بس ربنا ما كرمناش. الماتش وخلص خلص خلاص، بدانا نجهز للماتش للمجمعه اللي بعدها. الجمعة اللي بعدها كانت مجمعة نهائية، خلاص كان 5 ماتشات ب5 ماتشات كؤوس، فكان لازم نكسب ال5 ماتشات عشان نكسب الدوري. الماتشين الأولانيين هو احنا خدت ماتش هو خد ماتش، الماتش التالت كان ماتش الدوري، فربنا كرمنا فيه الحمد لله. يمكن لو تابعت ردود فعل السوشيال ميديا بعد الماتش التاني اللي هو قبل المجمعة النهائية، ابتدى الشك يخش شوية الجمهور الأهلي بعد ما ابتدوا يقولوا لا في منافسة على الدوري، ان لا الفريق برضو ماشي في طريق مش صح. هل انت تابعت ده اولا ولا لا؟ وثانيا لو تابعته هل اثر عليكم، ولا ايه رسالتكم بينكم وبين بعض؟ بس هو ممكن ما كنتش تابعنا بصفه مستمره او بصفه كبيره، بس طبيعي ان انت ماسك الموبايل فبتتفرج على اي حاجه. فلقيت مثلا كلام اتكتب على ان خلاص ان الفرقه رجعت تاني ومحاهم مش هيكسبوا تاني كل ده، بس ما اعتقدش ان هو هزنا في حاجه، ان احنا بالعكس هو ده دايما احنا كنا هدفنا كان الدوري، حتى لو عملنا ايه بس احنا هنكسب الدوري. فالكلام كله كان بيتقال ان هو يا جدعان احنا لازم نكسب، لازم نعمل اللي علينا، لازم نكلم مجهودنا بمكسب الدوري. فالكلام ما اثرش علينا في حاجه خالص، بالعكس ده احول ان الموضوع ان هو لازم طاقه ايجابيه، ان احنا خلاص ما ينفعش نخسر تاني. بالعكس احنا قعدنا مع بعض واتكلمنا، وان 5 ماتشات الجايين 5 ماتشات كوس، ما كناش على ماتش الزمالك بنفسه، بالعكس احنا كان عندنا 4 ماتشات قبل ماتش الزمالك. لو كنا اتعادلنا ماتش واحد كان ممكن الدوري يروح، مش خسرنا اتعادلنا. فاحنا بكون بدأنا جيش، بعدين بلدنا البنك وسموحه وسبورتنج، ال4 ماتشات ده كانوا مهمين قوي عشان نوصل لنهايه الدوري. فكرنا في الزمالك في اخر يوم بعد ماتش البنك اللي هو يوم خميس، عندنا ماتش زي الجمعه، فكرنا في زيك يوم الجمعه. واحنا لو كنا تعادلنا ماتش واحد قبل ماتش زيك كان الماتش كان الدوري كان هيروح. فبالعكس الكلام كله اللي طالع على السوشيال ميديا سواء اللي تابع او ما تابعش، فالكلام بيوصل كده كده. بالعكس حولنا لطاقه ايجابيه، ما اثرش علينا بسلب خالص، بالعكس الناس قعدت مع بعض وكلنا قعدنا مع بعض واتفقنا وتعايدنا ان احنا الدوري ما يخرجش بره النادي. عكس احنا كنا ماشيين كويس، هو ماتش وقع بس وقع بمنظر مش كويس، بمستوى مش كويس، اما احنا ماشيين طول الدوري كويس يعني الحمد لله. يمكن الزمالك هو اللي تعادل مع سبورتنج في المجمعه النهائيه، هل ده اداكوا افضليه اللي هو لو الاهلي تعادل يبقى هياخد الدوري، ولا برضه التعادل في اليد مش زي القدم؟ لا هو كان في افضليه للنادي الاهلي ان هو لو تعادلنا هناخد الدوري، احنا كان داخلين ماتش في فرصتين سواء تعادل او مكسب، بس بيرجع حاجه عايزين نكسب. بالظبط، يعني انا حاسس ان التعادل في اليد مش زي القدم ان انت تنزل تلعب على تعادل او حاجه. لا لا لا، انت كده كده الاجوان رايحه جايه، مش هتعرف تعملها يعني. بالظبط، ما اعتقدش ان منها تحصل يعني.
فكرة ان انت لو داخل تلعب على التعادل ما اعتقدش انها بتحصل قوي يعني. من اللي انا كان فرقه اللي هنقول اقول لك عايز نتعادل بالظبط صعب قوي يعني، الموضوع مش اسهل حاجه. احنا كنا نازلين بس احنا كان معانا فرصتين، هو وارد ان احنا الماتش اللي فات اتعادلنا كتير قوي احنا بالظبط، فكان وارد ان يبقى في تعادل في الماتش، فاحنا كنا داخلين بفرصتين ان نتعادل او نكسب، بس احنا كنا عاوزين نكسب. ده الماتش نهائي الدوري، فما ينفعش تكسب الدوري وانت متعادل مع الزمالك، عشان تكسب الدوري لازم تكسب نادي الزمالك، نادي الزمالك عشان يكسب الدوري لازم يكسب النادي الاهلي، التعادل مش هيبقى فرحه كبيره على حاجه بالعكس، فانت لازم تكسب نادي الزمالك. الماتش سبورتنج اللي اتعادل فيه ما فرقش معانا في حاجه، ما اداناش حاجه بالعكس، ده احنا ان الموسم اللي فات حصل نفس الكلام، ان الزمالك اتعادل مع سبورتنج وخسرنا الدوري من الزمالك، فانا لا احنا بالعكس احنا جهزنا اكتر وبقينا معنويا اكتر ونفسيا اكتر، اللي هو لا الماتش احنا مش رايح، بالعكس الماتش هيبقى اصعب مما كان لو الزمالك كان كسب سبورتنج، فاحنا قعدنا مع بعض وقلنا ان الموضوع ما بقاش اسهل، بالعكس ده بقى اصعب بكتير. الاهلي كسب الدوري قدام الزمالك واحتفالات بطوله غايبه من 2018، وبعد 6 ايام بالظبط يعني اقل من اسبوع الاهلي والزمالك تاني في نص نهائي الكاس، والاهلي يقدر يكسب تاني. ازاي قدرتوا تجمعوا نفسكم وتخرجوا من جو احتفالات، لان هي زي ما بقول لك بطوله غايبه بقالها كتير عن النادي؟ احنا مثلا بعد ماتش الدوري خدنا يوم واحد اجازه، احنا خلصنا من دوري الجمعه ريحنا السبت نزلنا الحد على طول، هو كان اخر الاحتفالات تقريبا كانت السبت، فاحنا خلاص دخلنا الحد قلنا احنا لازم نلعب لازم نكسب لازم نجمع بين البطولتين، ما ينفعش الناس تقول علينا ان احنا خدنا لقطه وجرينا كسبنا الزمالك وكسبنا الدوري ومشينا خلاص مش هنعمل حاجه تاني، بالعكس احنا لازم نبين ان احنا لازم نكمل في الطريق ولازم نكسب. حاليا ديفيد كان بيقولها كلمه دومينيت، ان احنا لازم نسيطر على كل حاجه، بالعكس احنا لمينا نفسنا كويس، اتكلمنا ان احنا لازم نجمع بين البطولتين، ده هيبقى تاريخ لينا، حافز لينا كويس قوي. الزمالك جه سيمي فاينل انت هتخش في المود اكتر، بالعكس انت زيك لو جالك في الفاينل ممكن تبقى فيه شويه طرافي شويه ان انت خلاص هتلاقي مستني زيك في الفاينل، لا بالعكس الزمالك جه في السيمي فاينل فانت كان عندك الحافز انك تلعب، عندك حافز انك تكسب نادي الزمالك تاني مرتين ورا بعض، فده كله كان موجود ان احنا قدامنا ان احنا لازم نكسب الكاس يعني. ماتش زيك بالذات عشان يوصلنا لنهايه الكاس، ماتش زيك لو كنا خسرناه كانت البطوله راحت، ماتش زيك كانت بطوله لوحده غير بطوله الكاس، فكان لازم نكسب الماتش يعني، لازم نعمل نفسنا كويس بعد الدوري لازم نكسب. يمكن اي حد كان متابع ماتش الكاس سواء بيشجع الاهلي او الزمالك كان شايف تالق واضح قوي لعبد الرحمن حميد، وتصديات كتير فرقت مع الاهلي في اوقات كتير، وتقريبا في الدقيقه 6 من الشوط الثاني جاله الاصابه القويه دي وخرج من الملعب. الموضوع ده هزكوا وانتوا في الملعب ان النتيجه كانت ماشيه جون بجون وفجاه نجم الماتش خرج، ولا انتوا اتعاملتوا ازاي مع طبعا بقول اول حاجه لحميد الف سلامه ان شاء الله ربنا يرجعك بسلامه، ده اختبار من ربنا وانت اكيد قده. الاصابات دلوقتي بقت اللي هو انت ماشي في فورمه كويسه قوي، فربنا مره واحده بيجيب لك حاجه بتعطلك عشان يشوف اختبارك هتبقى عامل ازاي، هترجع اقوى. حماد انا واثق فيه انه هيرجع اقوى، ربنا يشفيه ويرجع بسلامه ان شاء الله. احنا عندنا طاقه وعندنا حميد، الموضوع ممكن ما قصرش علينا خالص، بالعكس احنا الاثنين من اجمد الاجوان في مصر، الاثنين كانوا معانا في كاس عالم، الاثنين انا واحد من الناس واثق فيهم نفسي، الفرقه كلها واثقه في الاثنين ايا كان مين فيهم موجود في الملعب. لا ما اعتقدش ان الموضوع اثر خالص على الفرقه، بالعكس ان حميد لو ما كانش الدفاع قدامه او الفرقه قدامه بتدافع كويس هو كان ممكن ما يصدش، احنا عامل مساعد لحميد هو عامل مساعد لينا، فبالعكس طه وحميد موجودين في الملعب طول ما احنا ماشيين كويس في الدفاع وبندافع بمنظومه كويسه الجون اللي ورانا هيبقى كويس، بالعكس ما كانش عندنا اي 1% عدم ثقه في طه خالص، بالعكس احنا كنا واثقين فيه جدا، اديك شفت الماتش ماشي ازاي لما هو نزل صد وكنا واثقين فيه جدا، وعمل ماتش فاينل ازاي، وطبعا بشكره على ماتش الفاينل ان هو خد فيه 60 دقيقه، وبشكر حميد على الفتره اللي هو قضاها معانا بجد كان راجل كويس جدا معانا، فبجد لا ما الموضوع ما قصرش علينا بحاجه خالص. يمكن بقى نهائي الكاس قدام سبورتنج، سبورتنج حامل لقب الكاس، مواجهته مع الاهلي والزمالك بتكون صعبه جدا، تعادل مع الزمالك، كسب الاهلي السنه اللي فاتت في الكاس، الماتشات بتكون رايحه جايه، دخلتوا الماتش بنفس التركيز ده ولا كنتوا اهدى بقى باتنين فوز على الزمالك في اسبوع؟ لا خلاص انت ماتش زايك اول ما خلصت الزمالك سهرنا وقعدنا مع بعض ان خلاص ماتش زايك خلص، عندنا هدف تاني عندنا بطوله بقى في سبورتنج، فرقه رخمه زي ما احنا بنقول، خرجت السنه اللي خرجتنا السنه اللي فاتت من الكاس، كسبان الزمالك السنه اللي فاتت في الكاس، فرقه كويسه، ماتشات الدوري بنكسب فرق واحد فرق اثنين بنتعادل مع الزمالك، الموضوع مش اسهل حاجه، لازم نبين ان احنا شخصيتنا اقوى وان احنا مش مجرد ان احنا نكسب نادي الزمالك، بالعكس احنا عايزين البطوله، لو ما كسبناش البطوله معانا يبقى مش عملناش اي حاجه خالص في في الكاس، يبقى الموضوع مش احسن حاجه لو خسرنا، بالعكس نزلنا بتركيز واكتر وعملنا محاضرات تاني بالفيديو تاني واتفرجنا على فيديو سبورتنج وذاكرناه ودرسناه كويس وقعدنا مع بعض، الماتش هو زي ما هو ماشي، الشوط الاولاني كان خلص تعادل، الشوط الثاني خلص فرق 10، فمعنى كده ان احنا احترمنا فريق سبورتنج، لعبنا لغايه اخر دقيقه ما حدش فينا قصر في حاجه،
والماتش كان مبين دوت يعني الحمد لله. نيجي بقى لنظام بطولة الدوري. يمكن زمان كان نظام بطولة الدوري أشبه بكرة القدم كده، اللي هو كل الفرق بتلعب ذهاب وعودة، والأكتر نقطة هو اللي بياخد البطولة. النظام اتغير كذا مرة، مرة اتضاف له نقط اللي هو مرتبط الشباب، بعد كده دلوقتي حاليا بتلعب أكتر من مرحلة لحد ما يطلع 4 أو 6 فرق على حسب النظام توصلوا مرحلة النهائية. شايف ان ده بيقتل متعة البطولة ولا بيكون فترة تحضيرية كويسة لحد النهائيات؟ بص، هو نظام الدوري السنة دي كان مختلف، بقاله سنتين مختلف، اللي هو بنلعب في الأول حوالي 17 ماتش مع فرق الدوري كلها، بنخلص المرحلة ديت بناخد تقريبا نقط من مرتبط، بعدين بنروح بناخد أول 6 فوق بيلعبوا مجمعة مع بعض، بيلعبوا مجمعة رايح جاي. السنة قبل في الدوري زي ما أنت قلت كان رايح جاي، واللي يجمع أكثر نقط بيكسب. ممكن النظامين مختلفين تماما، يعني النظام الأولاني اللي هو أنت بتجمع نقط فبتكسب، ممكن يبقى النظام التاني أنت تلعب كمية ماتشات كتير بس بتبقى قوية. أنت مثلا أنت عادي أنت بتلعب مع 6 فرق، بتلعب 5 ماتشات، بتلعب 15 ماتش على 3 مجمعات، فبتلعب كتير أوي ماتشات قوية. فأنا شايف إن النظام دوت ممكن يبقى أحسن، إن أنت بتلعب ماتشات قوية كتير، مثلا 17 لو لعبنا رايح جاي ممكن تلعب ماتش أو ماتشين قويين أو 3 في الموسم، اللي هو تلعب الزمالك وتلعب سبورتنج، فأنت ما بتلعبش ماتشات كتير قوية يعني. بس انت مثلا في اخر مجمعات لا بتلعب ماتشات قويه كتير. فانا شايف ان النظام ده احسن، انه انت بتلعب 5 ماتشات على 3 مراحل، فبتلعب ماتشات كتير مع فرق قويه كتير واحتكاك قوي، والماتشات دايما بتبقى قويه ان كل الناس بيبقى ليها فرص. فانا شايف ان النظام دوت مفيد يعني للاحتكاك الاقوى يعني. في نظام تاني مختلف اللي هو اشبه شويه بنظام كره السله، ابتدى تطبيقه كمان في الدوري المصري للطايره في الفولي، ايوه اللي هو بيبقى بيستو 3 او بيستو 5. هل تعتقد ان ده لو تم تطبيقه في كرة اليد يكون برضو مدي متعة زيادة، ولا النظام اللي احنا فيه دلوقتي احسن؟ بص انا مش عارف بصراحة هو ممكن يطبق في الاندبول ازاي، بس انا شايف في الفوليا نفس الفكرة بقى، ان لو فاينل وفاينل اول وتاني اول وتاني وبازم بيبقى فيه سامي فاينل وفاينل، اعتقد ان الموضوع ممكن ما يبقاش اسهل حاجة، ان احنا عندنا فرق كتير قوي يعني، انت عندك مثلا 6 7 8 فرق بينافسوا او موجودين، فانت حرام ممكن تخرج فرقه من دور الثمانيه منهم يعني. بالظبط الموضوع ممكن ما يبقاش اسهل حاجه، واحسن حاجه ان انت مثلا توصل للمرحله النهائيه اهلي او زمالك مثلا بيلعبوا والناس كلها قاعده مثلا في البيت. لا بالعكس، انا شايف ان النظام دوت بيدي احياء للناس كتير قوي انها تكمل لاخر الموسم ويبقى عندها فرصه انها تكسب. ما انا مثلا هلعب دور ثمانيه سيمي فاينل، ففي ناس هتاجز بدري قوي. انا شايف ان النظام دوت ممكن يبقى موجود في لعبه ممكن ما يبقاش فيها فرق كتير بتنافس. على في الاندول احنا عندنا 6 7 8 فرق بينافسوا او موجودين، مش بينافسوا على الدوري بس موجودين في الصوره، كل فتره الفرق بتتغير وكل فتره الفرق بتبقى كويسه. فلا انا شايف ان النظام ده ممكن يبقى احسن لينا يعني. يمكن الموسم المحلي خلص بعد نهايه الدوري والكاس، بس بعد اقل من اسبوعين في بطولتين اقوى من بعض، البطوله الاولى السوبر الافريقي اللي بيأهل لكاس عالم انديه، والثانيه كاس الكؤوس اللي بيأهل للسوبر الافريقي السنه الجايه. فشايف استعداداتكم ازاي بعد موسم ناجح جدا بالنسبه للمحلي يعني؟ طبعا الحمد لله ربنا كرمنا في موسم المحلي، كسبنا دوري وكاس خلاص فتره وعدت. احنا نزلنا تمرين امبارح ما رحناش كتير، خدنا يوم راحه، داخل على جلسه برضو بعيد، فعشان كده الوقت صغير قوي، في اسبوع دولي مع المنتخب فالوقت مش كبير خالص. الناس الاسبوعين دول اللي هيعدوا ممكن بقى يكون من فرقه اتمرنتش مع بعضها كتير. خلصنا الموسم المحلي خلاص، صفحه اتقفلت، دوري وكاس خلصوا، عندنا بطولتين مهمين قوي كمان اللي هو السوبر الافريقي. هنفكر في السوبر الافريقي دلوقتي، ان احنا عندنا سيمي فاينل مع الترجي، فرقه محترمه بطل افريقيا وبطل بطوله عربيه اخر فتره، فلازم نفكر فيها كويس. ما بنفكرش في الفاينل خالص، بنفكر في السيمي فاينل دلوقتي اللي هو الترجي، هنذاكرهم كويس، هنتفرج عليهم كويس، ربنا يكرمنا. خلاص السوبر الافريقي عندنا بطوله كاس الكؤوس، بطوله مهمه جدا زي ما انت قلت، بتأهل للسوبر الافريقي السنه اللي بعدها، فبطوله مهمه جدا يعني لازم نكسب. لازم نحط بقى ان احنا فرقه كبيره، ما ينفعش نكسب بطوله او بطولتين ونص كده، بالعكس البطولتين الجايين مهمين جدا زيهم، ما يقلوش اهميه عن الدوري والكاس، بالعكس ده بيزيد الفوق انك هتروح السوبر تكسب السوبر فتروح السوبر جلوب، دي تبقى سنه تانيه على التوالي. في حاجه كويسه احنا جربنا احساس كاس عالم انديه، كاس عالم انديه بالنسبه لنا كان حاجه كويسه، احتفال دولي، فاحنا نفسنا نروح تاني، فده هيبقى هدف لينا. كاس الكؤوس هتاهلك للسوبر افريقي عشان تديك فرصه انك تلعب سوبر جلوب تاني، بالعكس كل حاجه بتودي لحاجه تانيه اهم. فكلنا لا كلنا مستعدين، هنستعد كويس للبطولتين، البطولتين كمان عندنا في النادي الاهلي، دي حاجه كويسه بالنسبه لنا ان احنا نكسب بطولتين جوه النادي مع الجمهور لو كمان لو هيبقى موجود ان شاء الله، فلا دي حاجه احتفاليه لينا كبيره، فان شاء الله نبقى قدها. يمكن كان عندنا ضيفنا الموسم اللي فات بنهايه الموسم اللي فات كان فلفل حارس مرمى الزمالك، يعتبر من الحراس المتالقين في مصر،
لما تسأل مين لعيب ممكن تحس ان هو موفق عليك شفت زيادة، المدربي وشفت ده فقال كاستيلو في رميات الجزائية يمكن في السوبر الأفريقي وكاس الكؤوس شوت تقريبا 9 جابت 9. فلفل، مين أكتر لاعب موفق عليك من الأهلي ولاعب انت موفق عليه اللي هو يعني؟ بص، اخر ماتشين كان كاستيلو لسبب هو يعني انا الحمد لله ما اعتقدش ان كان في حد فاهم في الماتشات اللي فاتت غير كاستيلو. انا مش هتكلم، انت اللي تقول ايش دعوه. لا قول لي، طب والله مين في اسرار. انا هو كاستيلو في اخر ماتشين او ثلاثه ما ضيعش ولا ضربه جزاء، او ما ضيعش غير اخر كوره او كوره واحده يعني فاهم عليا. مثلا يعني مثلا لو شاط هو اول ماتش سوبر جاب 9 اجوان مثلا منهم 5 ضربات جزاء ولا حاجه، الماتش التاني برضو شاط حوالي 3-4 ضربة جزاء جابهم، فهو يعتبر كاستيلو يعني هو اللي كان ايده ماشي عليا انا شخصيا في ضربات الجزاء او في الانفراد او كرة داخلها مع اخر كرة ربنا كرم بقى وصدتها. ايه سر بقى التألق في الرميات الجزائية بتتدرب عليها كتير؟ بشكر فيلفل على الكلام دوت. انا اتفرجت على الانترفيو اللي كان موجود فيه اوف مايك، شفت الكلام، ففرصة انا اشكره على الكلام دوت. بعكس الفلفل جون كبير، هو او كابتن كريم هنداوي جوان كبيرة، فانت لازم تتفرج عليهم كتير. انا بلعبهم بقى مثلا 3 سنين تقريبا، فانت لازم تتفرج، لازم تشوف ايه اللي بيحصل، ما ينفعش انك تنزل تشوط وخلاص. بالعكس، وكان بيبقى في فترة في اخر التمرين بنتمرن على البلانتيات الرميات الجزائية. غير ده كله انت بقعد قبل الماتش بتفرج، بجيب فيديوهات كتير قوي اليوم، بشوف التكنيك ايه. في ماتش الدوري انا ضيعت قدام فلفل، ماتش الكاس ما ضيعتش، بالعكس انا زودت بقى فيديوهات اكتر. انا اتفرج ان انا الفتره اللي كانت قبل الدوري كنت ماشي عليهم كويس، ما كنتش بضيع الحمد لله. ماتش دوري ضيعت في كريم واحده قبل كده برضو، فمعنى كده ان هم كمان بيتفرجوا وبيذاكروا، فانا لازم اتفرج واذاكر. فالحمد لله ربنا كرمني ان انا اتفرجت عليهم وشوت كتير، فاتفرجت وربنا كرمني واتمرنت على اللي انا هعمله جوه الماتش. ان انا اتمرن كنت في التمرين بتمرن على كان حميد وطاعه، وكنت بتمرن ازاي اشوط ان انا ايه اللي هشوطه في الماتشات، فكنت بشوط عليهم كده. الحمد لله في مجمعة الدوري الأخيرة أنا ماتش البنك وسموحة شايط 16 وبنالتي، الحمد لله ضيعت واحدة تقريبا وجبت 15. ماتش دوري الزمالك ضيعت، ماتش الكاس في الزمالك ما ضيعتش، ماتش سبورتنج شايط 6 جايب 5 تقريبا. فالحمد لله سواء التفوق الموجود نسبة مرتفعة الحمد لله، بسبب إن أنا بذاكر الأجوان اللي أنا هشوط عليها، ما بنزلش أشوط وخلاص، بالعكس بديهم احترامهم إنهم أجوان محترمة جدا، سواء كريم سواء فلفل سواء هادي سواء السيد سالي جان في البنك في سموحه جيمي بوبو، ناس كتير قوي احترام لي، احترام احمد وليد بمحترم كبير قوي. فكنت بذاكر قبل ما اخش وبتمرن في التمرين على اللي انا بذاكره، وكان ده بيفرق معانا في التمرين مع الحراس بتاعتنا. انت لو لاحظت هتلاقي في الحراس بتاعتنا بتشيل رميات جزائيه كمان، لعبت بتشوط عليهم كتير، فهم كمان بيبقوا واقفين وبيتفرجوا، فبنذاكر بعض يعني. رميات الجزائيه في اليد اللعيب اللي بيضيع بنسبه كبيره ما بنلاقيهوش بيشوط اللي بعدها. هل انت من سياسه ان انا لو ضيعت فلا يبقى رايح شويه، ولا لا بجرب تاني؟ لا خالص، بالعكس انا في ماتش زمالك الدوري ضيعت 2 ورا بعض، فضيعت الاولى فدخلت الثانيه ضاعتها. انا لما بضيع بخش ثاني عادي، ما عنديش مشكله خالص. ماتش سبورتنج ضاعت اول واحده، طلبت من عمر سامي بس ان هو يخش واحده عشان انا اخش بعديها عشان بس افصل شويه. دخلت بعديها جبت 5 بعديها، ما عنديش مشكله خالص. لو شوت 3 ورا بعض عادي، في ماتش سبورتنج في اسكندريه شوت 3 ورا بعض ضاعت واحده، دخلت اخش شوت بعد كده، ما عنديش مشكله خالص ان انا اشوط بعديها. بالعكس يعني بتبقى ثقة في او ثقة المدرب الفني فيك انك هتخش اللي بعدها عادي. ببقى عاوز اشوط تاني، يبقى عند حد انا عاوز اشوط تاني، انا ليا ضيعت فلا بالعكس اخش اغير واجيب يعني. لو ضيعت التانية خلاص بقى مش ماشية، فما خرجش نفسي بره الماتش قوي يعني. كاس العالم للاندية اللي فاتت كان في كلام كتير ان الاهلي محتاج تدعيمات، الفريق دخل بالقائمة بتاعته من غير تدعيمات، وشفنا الفريق قدر ان هو يتاهل قدام بنفيكا، فريق من فرق قويه في اوروبا وهو بطل الدوري الاوروبي بالزبط. مش بطل، وفريق قدر ياخد رابع في الاخر. فكنت شايف البطوله ازاي خصوصا مع حضور الجماهير ان انتوا مش متعودين عليه هنا برضه؟ بالظبط، انا اول حاجه طبعا بشكر الجماهير اللي حضرت في السعوديه، بصراحه كانوا واقفين في ظهرنا عاملين جو عالمي بصراحه، هو محفل عالمي بسبب الجماهير بصراحه. لو اتفرجت على ماتش لاي فرقه اوروبيه هتلاقي واحد ولا اتنين بس اللي كانوا موجودين في الصاله، بالعكس اتفرج على النادي الاهلي، اتفرج على الخليج السعودي، اتفرج على بدر، لا الصاله متقفله. الجمهور العربي كان عامل جو احتفالي عالمي جوه البطوله. فرقه النادي الاهلي احنا دخلنا بالقائمه بتاعتنا، هي كان عندها ثقه كبيره قوي، اول اداره كان عندها ثقه فينا ان احنا هنحقق حاجه كبيره. ما دعمناش بسبب ان وجود الناس كانت على قد المسؤوليه، الناس تعادت النادي على قد المسؤوليه نعمل حاجه كويسه. كسبنا بنفيكا اللي هو بطل الدوري الاوروبي،
فرقة محترمة، فرقة غنية على التعريف. وصلنا سيمي فاينال لعند ماجدبورغ، ماجدبورغ بطل سوبر جلوب نسختين ورا بعض. فدينا ماشيين كويس لغاية مثلا 50 دقيقة، هما طبعا بخبرات وسرعات وكل حاجة تفوقوا علينا. تالت ورابع بلعب كيلسي اللي هو بطل أوروبا. الموضوع ما كانش أسهل حاجة في كأس عالم، أنت بتلعب ليفل مختلف. فالحمد لله قدرنا نحقق أكتر حاجة نوصل لها اللي هو رابع عالم. بشكر طبعا اللعيبة والجهاز الفني إن هو كان موجود، كابتن أحمد سالم كابتن محمد إبراهيم كانوا موجودين معانا على الخط، كان دي الفترة المؤقتة اللي هو بعد داني وديفيد. بشكرهم طبعا على وجودهم، وكان دكتور محمد إبراهيم ودكتور أسامة دول كانوا موجودين معانا في الجهاز، وكابتن هاني النجم وكابتن أحمد أبو زيد ودكتور أحمد روت عشان ما أنساش حد. بشكرهم على المجهود اللي عملوه معانا، وطبعا رئيس الجهاز كابتن ياسر لبيب. كانت فترة كانت مهمة جدا بالنسبة لنا إن احنا نوصل، احنا كنا لسه خاسرين بطولة أفريقيا، نخرج عشان نعرف نخش نكمل الموسم بنفس كويس أو الدنيا كويسة. الناس الحمد لله كان بيشيدوا بينا في كأس عالم أندية، عملنا بطولة كويسة قدام فرقة قوية. بشكر الناس اللي دعمتنا في البطولة ديت، وبشكر الجماهير اللي حضرت وملئت الصالة في البطولة دي. يمكن بمناسبة ماتش ماجدبورغ، أول 50 دقيقة يعتبر كان في تكافؤ زي ما بتقول، والماتش رايح جاي، وقلت برضو ماتش كأس الكؤوس اللي كنت خسرتوه قبليه نفس الفكرة تقريبا. كان في كلام دايما إن آخر سنتين ثلاثة إن فريق الأهلي مش وحش قوي زي ما هو متصدر للناس، بس بدليل إنه بيبقى متقدم لغاية آخر 4-5 دقايق، بس دايما في النهايات يوم آخر 4-5 دقايق الفريق يقع. هل بيقع بدنيا ولا ذهنيا ولا خبرات، بما ان الفريق برضو عمره صغيره شويه؟ بص، وانا دايما عندي مشكله في الحوار ده، ان هو دايما بتقولوا ان النادي الاهلي في الهاندبول مش احسن حاجه. بالعكس، انا 3 سنين مثلا، احنا فرقه متجمعه اصلا بقى 3 سنين تقريبا، انا فرقه اللي هو في الجيل ده كله متجمع بقى 3 سنين. اول سنه خسرنا دوري، كسبنا كاس، بعدين كسبنا كاس الكوس، بعدين خسرنا السوبر الافريقي فرق نقطه في اخر ثانيه، بعدين تاني سنه كسبنا السوبر الافريقي، خسرنا كاس الكوس وخسرنا الدوري. فاحنا ما بنخسرش كل حاجه، هو بس الفكره كلها اللي تصدر للجمهور ان فرقه الهاندبول ما بتكسبش. بالعكس، احنا في بطولات بنكسبها، واحنا ماشيين خطوه بخطوه. اللي كان بيحصل في الماتشات هو عدم توفيق في اخر دقايق، ما ولا عدم خبرات ولا اي حاجه. بالعكس، احنا فرقه كلنا متجمعين معنا خبرات كبيره، كابتن اسلام حسن، كابتن ابراهيم المصري، مصطفى خليل، كلنا دي ناس كبيره جوه الفرقه، كان معانا قبل كده كان ناس كبيره برده، كان موجود ممدوح. فالناس موجوده كبيره قوي، موجوده جوه الفرقه، معناها شباب صغيره بينهم الخبرات. عدم توفيق موجود. بالعكس، احنا زي ما بقول لك، انا عديت لك 3 4 بطولات وخسرنا قدامهم 3 4 بطولات. فهو الفكره كلها احنا ما بنخسرش كل حاجه، بس هي الفكره كلها كانت ماتشات قدام ناس زي كانت كتير، هي كانت كتير، بس معظمها كانش لها لازمه كتير يعني زي السنه دي. بس هي الفكره كلها ان احنا خسرنا وتعادلنا، خسرنا وتعادلنا، وكسبنا في الاخر السوبر الافريقي قدام نادي الزمالك، وخسرنا قدام الزمالك كاس الكؤوس. فاحنا بنخسر وبنكسب، بس الفكره كلها اللي اتصدرت ان النادي الاهلي بيخسر على طول، احنا ما بنخسرش على طول. بالعكس، انا واحد من الناس اهوت بقالي 4 سنين في الدرجه الاولى، معايا 4 كاس مصر مثلا. فعلا انا مثلا كل سنه بخسر بطوله في المحليه، بخسر الدوري، كسبت الدوري، خسرت 3 دوري، كسبت الدوري. احنا بنكسب، معايا كاس كوس، معايا سوبر افريقي، فهو رابع عالم، فهو الجيل كله بيتجمع. احنا بس حصدنا كل اللي عملناه السنه دي، ربنا قدام الناس، احنا بنكسب وهنكسب لسه ان شاء الله. بس احنا ما كناش بنخسر كل حاجه قبل كده، هو دي بس الناس كانت متخيله ان احنا بنخسر كل حاجه، احنا ما بنخسرش كل حاجه. شايف ان ده مثلا ليه علاقه بان الفرق الكبيره ليها شعبيه جماهيريه زي الاهلي والزمالك في اليد؟ صح، ان هو لو بلعب 5 بطولات فالجمهور عايز 5 بطولات، لازم اكسب 5 بطولات. صح، لو خدت 4 البطولة اللي خسرتها هيبتدوا يتكلموا عليها. بالظبط بالظبط بالظبط، دي حقيقه. ده هو دوت اللي انت لازم تقابله، ان انت لازم، انت موجود في النادي الاهلي ما بيرضاش غير ان هو بيكسب، فانت طبيعي لازم تكسب ال5 أو 6 بطولات انت بتخشهم. لو وقعت بطوله، لا، الدنيا بيبقى فيها غلط، وده جوانا على فكره. احنا الموضوع بيأثر علينا احنا كلاعيبه، احنا بالعكس احنا مش ما كناش مبسوطين او ما كناش راضيين باللي بيحصل. بالعكس، احنا كل فتره الموضوع كان بيسوق علينا احنا قبل اي حد. ده بقى لما حد كان بيتكلم معانا بقول لهم احنا محتاجين المكسب اكتر من اي حد، محتاجين ان احنا نحط مكسب بطوله او اتنين اكتر من اي حد خالص. بالعكس، احنا كان الدنيا بالنسبه لنا ما كانتش احسن حاجه كلاعيبه، اكتر من الجمهور كمان. الجمهور كان فاكر ان احنا لا مش فارق معانا. بالعكس، احنا الموضوع كان بالنسبه لنا كان كارثه كلاعيبه، ان احنا بيعود علينا احنا كمان كلاعيبه ان الموضوع مش احسن حاجه. بالعكس، كل اللي بيحصل ده كله كان بيعود علينا احنا مش اوحش حاجه في الدنيا. فكنا مستعدين ان احنا لازم نكسب عشان نراضي نفسنا الاول، وبعدين نراضي الجمهور يعني. يمكن الموسم ده يعتبر خلاص بيخلص، نقدر نقول ان كاستيلو عقده قد ايه مع الاهلي؟ لسه كام سنه كمان؟ لا، بعد الموسم دوت، الموسم ده خلص، فاضل لي سنه مع النادي الاهلي. هل مثلا في مفاوضات للتجديد ولا لسه؟ لا، لغايه دلوقتي لسه ما حدش اتكلم معاه في حاجه، فاضل لي سنه لسه، ما اعرفش اللي ممكن يحصل بعد السنه. ستحت امر النادي الاهلي طبعا في اي وقت،
في اي حاجه، بس انا حدش كان معايا في حاجه لسه لغايه دلوقتي. هل تفكيرك ان باقي سنه فممكن السنه دي وتطلع بره مثلا احتراف، ولا تشوف الاول الاهلي عايز ايه، ولا انت تفكيرك ماشي ازاي؟ هو طبعا انا تحت امر النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي هيقوله هيمشي، اي جام ابن نادي فاي حاجه هتتعلى هتمشي. كل واحد بيفكر في الاحتراف، انا ما اعرفش انا فاضل لي سنه، ممكن عندي عروض بس ما وصلتش بصفه رسميه. لو وصلت والنادي وافق اوكي، ما وافقش انا تحت امر النادي، ولسه حتى لو قعدنا ولسه لو جددنا انا تحت امر النادي في اي وقت، في اي حاجه هو هيقولها. انا اهلاوي لغايه اخر العمر يعني، فانا تحت امر النادي في اي وقت، اللي سواء هو وافق او هو ما وافقش، سواء جدد لي او ما جددليش، انا بحترم رغبه النادي يعني. كان كاستيلو بادئ من منتخب الناشئين والشباب وكان دايما موجود، يمكن الوجود ده اقل شويه في منتخب الكبار. دلوقتي في جهاز فني جديد، فشايف ايه اللي الفتره اللي فاتت كان ناقصك عشان تبتدي تدخل المنتخب وتكون عنصر اساسي فيه زي ما انت كنت دايما في الشباب والناشئين؟ اضع كنت موجود في الناشئين والشباب، دلوقتي مرحله تانية خالص منتخب الدرجه الاولى. انا كنت مش موجود معاهم في بطولات، بس انا لاخر وقت كنت موجود لاخر وقت ده موجود، بس ربنا ما بيكرمش. ممكن اكون يعني الناس الموجوده عندها خبرات اكتر، ناس موجوده عندها مميزات اكتر. بروندو كان شايف ان الناس دي حابب المركز تمام، ما كانش عنده مشكله خالص، بالعكس انا كل سنه بعد سنه بشوف ايه اللي ناقص لي واشتغل عليه عشان اقدر اكون موجود في المكان دوت. ده هدف اي حد موجود بيلعب هاندبول، هدفه انه يلعب في نادي كبير ويلعب في منتخب ويشرف منتخب مصر مثلا، منتخب مصر. الاهداف كتير قدامي، بحاول ان اطبق اي حاجه بتحصل، اي حاجه بشوفها ناقصه بشوف اللي ناقصني. مثلا هو الموجود اخر فتره سند واكرم، طبعا لعيبه كبار ولعيبه محترمه، بشوف ايه اللي ناقصني مثلا عشان اشتغل عليه. دلوقتي في جهاز فني جديد لسه ما جمعناش، اعتقد ان اول تجمع دولي هيبقى الاسبوع الدولي اللي جاي، لسه نشوف ايه اللي هيحصل وهنشتغل عليه. بالعكس انا لما كل ما بخرج ببقى شايف ان في حاجات ناقصه فبشتغل عليها اكتر. اما مثلا ممكن ما اكونش خرجت، ممكن ما اكونش بشتغل على حاجه، بالعكس كل ما الدنيا بتسوق معايا لا بالعكس بشتغل اكتر، بشوف ايه اكتر حاجه ناقصاني عشان اشتغل عليها، وبتكلم مع المدير الفني بعرف ايه اللي ناقص لي وايه اللي عايز اشتغل عليه. في الاخر عايزين نعرف طموحات كاستيلو للفتره اللي جايه ورسالتك لجماهير الاهلي بعد الفوز بالثنائيه المحليه. طبعا الطموحات اللي جايه، احنا خلاص حققنا جزء كبير في الثنائيه المحليه، عندنا هدف دلوقتي اللي هو سوبر افريقيا عشان نوصل سوبر جلوب، ده اكبر هدف موجود في الفتره اللي جايه. دلوقتي هيبقى بعد سوبر افريقيا بعدها بيومين كاس كوس، فده هيبقى هدف تاني، دي اهداف الفتره الجايه. بعد سوبر افريقيا وكاس كوس هنريح شويه، هيبقى عندنا بطولة افريقيا المنتخبات شهر واحد، دي هتبقى اقرب واحد اقرب حاجه بطولة افريقيا، ده هيبقى هدف ليا بالنسبه لي نلعب كاس افريقيا هنا في مصر، فدي هيبقى هدف ليا انا بالنسبه لي. بعدين اولمبياد باريس، دي السنه اللي جايه دي كلها هي دي اهدافي، ان الاربع بطولات دول انا لازم احققهم او لازم ابقى موجود فيهم على الاقل، في مع منتخب مصر لازم ابقى موجود وفي النادي لازم احققهم. في وسطهم هيبقى في ان شاء الله لو كسبنا سوبر افريقيا هيبقى في سوبر جلوب، فكل دوت اهداف السنه الجايه كلها مليانة بطولات ومليانة أهداف، أتمنى إن ربنا يكرمني فيهم ونحققهم وأبقى موجود فيهم بصفة رسمية وبشكل كويس. رسالة إن جماهير النادي الأهلي بقول لهم مبروك، مبروك لينا، مبروك للعيبة، مبروك للإدارة، مبروك للجهاز الفني. طبعا بشكر الجهاز الفني سواء ديفيد محمد، الكابتن محمد إبراهيم، دكتور عمرو عصام شغال معانا بصفة كبيرة، سواء دكتور أو فيزيكال أو دكتور تغذية، دكتور عمرو عامل معانا مجهود كبير أوي، دكتور اسامه مجهوده كبير، كابتن هاني النجم ومدير الجهاز، كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، مدير اداري كابتن محمد ابو زيد عشان ما انساش حد، دكتور احمد لط محلل فني. بشكرهم كلهم على المجهود اللي عملوه معانا، بشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم، بشكرهم انهم واقفين في ظهرنا طول الوقت، حتى واحنا وحشين كانوا واقفين في ظهرنا، حتى احنا كسبانين دلوقتي شايفين ازاي الناس فخوره ومبسوطه بينا. بشكرهم واوعدهم ان شاء الله ان الفتره الجايه هنكمل على نفس المستوى. ناس كتير قوي كانت بتبعت لي ان هم مبسوطين، بتاسف ان انا ما قدرتش ارد على حد. نحن مبسوطين بالمجهود ومبسوطين ان احنا رجاله جوه الملعب، وبوعدهم ان ده هنكمل بيه، وده سمتنا اصلا موجوده فينا من بدري، بس ربنا ما كانش بيوفقنا، بالعكس دلوقتي ربنا كان مجهودنا بالبطولات عشان الناس تشوف مجهودنا. فالفتره الجايه بوعدهم ان الموضوع هيبقى هنكمل عليه، هنكمل بالسوبر وكاس كوس سوبر جوب وكل بطوله هنخشها، يبقى لازم نحققها. ربنا يكرمنا ان شاء الله، وبنقول لهم مبروك ومبروك علينا كلنا.